لا، ما بقى بدي شي، ما بقى بدي أحلم. قصاي طاير عقله بهالدكتورة. ما طاير عقله ولا شي، شايفة شي جديد. بكرة بمل أقولك يا ملعونة، عن جد بتحبيه؟ اسمعيني، إذا بدك توصلي له لازم تفهمينه ما في يستغني عنك. ليش وقله عندي لحتى ما يستغني عني؟ سر. سر شو؟ وين كان لما انقتلت سناء؟ وين كان؟ كان معك بالمطبخ. ما تكذبي، إذا ما قلتي إنه كان معك بالمطبخ بصير هو المتهم. فهمتي؟ بتريدوا أي شيء تاني؟ شو قلتي لي اسمك أنت؟ اسمي فوز سيدي. طيب يا فوز، قولي لراوية وليلى يحضروا غرفة الضيوف للدكتورة أمل. حاضر سيدي. لك شو هيدي سيدي؟ شو قول يعني؟ عمو؟ ما تقولي شي، خلص أصلاً صوتك زعج لي دينتي. هاد من الله سيدي. طيب يا فوز، أنت شو اسمك؟ اسمي فوز. لك فهمت فهمت فوز، بس فوز شو؟ عائلتك، شو اسم عائلتك؟ والله ما بعرف، أنا اسمي فوز. طيب شو اسم بيك؟ أبي اسمه أسعد. هيدا اسمه؟ إيه، بس مو سعيد. عشو عم ما يضحكوا؟ ولا شي ولا شي، خلاص روحي كفي شغلك. طيب أنا رح فل، ما بتوصلني؟ أكيد بوصلك، بس ليه بدك تمشي سهرانين؟ ما تأخر الوقت شوي؟ أنه إيه تأخر، بس ما بعرف هالولاد أي ساعة بيناموا. هلا بعد شوي بيجي وقت الكاس تبع قصاي، بس بالنسبة إلي هلا إجا وقت نومي. عن إذنكم تصبحوا على خير. تصبح على خير. نمشي؟ مش قلت بدك تقعدي مع الكل؟ خليكي بعد شوي، هلا بنشوف كارمن وليلى يسهروا معنا. معلي تأخر الوقت، شو رايحين؟ إي والله، قلت إنه منسهر سوا. نسهر هون بتنامي وما بتطلع من المطبخ إلا إذا أنا قلت لك. طيب وبركي حدا ناداني؟ بترد عليه وبتشوفي شو بده. مو قلتي لي ما بطلع من هون؟ هي قصدها ما تتجولي بالفيلا، خليكي هون. والله أنا أميني، والله أنا ما باخد شي، اسألوا عني. خلاص يا بنت فهمنا، بس نحن هون ما منحب حدا يختلط مع أهل البيت، واضح؟ حاضر معلمتي. وبس أنا عيّت لك دغري بتجي. حاضر. مثل ما عم قلك راوية، ما فهمت ليش عم ترغبيني فيها. مش هيك، بس هلأ صفية صارت فوق خلص، وأنا ما بدي حدا. بس أنا ما في فش خلق بصفية، حرام. بس ما قادرة، بدي فش خلق، بدي أضرب. طب تعي معي على الغرفة. لا، قلتلك ما بحب هيك وما عاد بدي. طيب بفهم وبقدر، لكينا دبري لي فوز. معقول؟ ايه هيك من الأول، بعرف إسا ما بتحب أو ما عجبتني، بغيرها بجيب وحدة تانية. كأنك بنت لسناء عن جد. هيديك كانت تجيب ولاد تتبنيهم، انت بتجيبي خدم. وعم فكر كمان جيب شي جنيناتي أو بواب بدل خليل، هيك شي شاب صغير ناعم
يكون بحب الطرب وبينبسط بالطرب. منيحة الأوضة، نمنا هون أول ليلة جينا عالبيت. من أول يوم كنتوا تاكلوا قتل؟ مرات، مش كلنا. أنا أول ليلة أكلت قتل كتير قوية، كان عمري 12 سنة، رامي 15. من وقتها كان يعتبر نفسه مسؤول عني. شو اللي خليه يقتل برأيك؟ رامي ما كان يزبط هالبيت، دايما يحس حاله غريب. بس هو كان يهرب، يعني كان في ما يكون تحت سيطرة سناء. ايه كان يرجع، حتى لما كبر كان دايما يجي. وكانت سناء تضربه؟ ايه هو كان يجي مشان هيك، مش كرمال المصاري يعني مثل جاد؟ لا، أحواله كانت منيحة. سناء أعطيته معرض سيارات، كان مرتاح كتير. ليش كان يرجع لكان؟ كرمالك؟ هو بيقول هيك، بس أنا بحس إنه هو كان يحب هيدا الشيء. مازوشيست يعني؟ هيك بتسموا اللي بيحبوا ياكلوا قتلة، اللي بيحبوا الضرب. صديق يعني رامي مازوشيست وسناء كانت صديق. واللي بحب اتنين بيكون سادو مازو. بس كمان في ملاحظة كتير مهمة، إنه ما في مازوشيست بس أو صديق بس. شو يعني؟ يعني اللي بحب يضرب رح يجي يوم يحب ينضرب كمان، بالعكس صحيح. لا ما فيي. وإذا قلت لك كرمالي؟ طيب شو ذنبها المعترة؟ شو ذنبي أنا؟ طيب هيني أنا قدامك. شو قصدك أضربك إلك يعني؟ إذا هالشي بيريحك إيه؟ ما أنا بحبك، ما رح أضربك ولا رح خلي حدا يضربك. مش أنت بتحبي هيك؟ ولو كان مش أنت صفية، لا. طب بركي أنا بحب كمان. مع أني مبسوطة كتير فيكي كيف صايرة عم بتحكي وتعبري عن حالك وتناقشي وتاخدي وتعطي، بس ما رح خليك تصير هيك. لا، أنا وياكي لازم نخلص من هالشي. كيف؟ أنت ما ارتحتي لما خليتك تضربي راوية؟ بلا، بس بعدني برجف كل ما أتذكر. هي ناوية عليك، بس أنا ما رح خليها تقرب عليك. ليلى، أي متى بدنا نفل من عالبيت؟ المشكلة إنه هي كمان بدها تجي معنا، بس أنا عم فكر ناخد فوز معنا، هيك بتفش خلقها فيها هي. حرام، ولا حظها هيك. الله وقعها بين إيدينا. تعالي فرجيك شو رح يصير. شو بك؟ شو بدك؟ صفية قالت لي أنا مغرومة فيك، جاي جايب أمل معك. بلا هبل، بشرفك. صفية بنت معطرة وأنا بعملها باحترام، مشان هيك مفكرة حالها بتحبني. لا، صفية مجنونة مثل الكلب هالبيت. شو بدك هلا؟ عم بتهدد انه ما رح تقول انك كنت بالمطبخ وقت من قتلت فيها سناء. كارمن، شو بدك؟ ايه
تعي من الآخر، شو بدك؟ بدي إيانا كلنا نكون مع بعض وناخد حقنا من أسعد. وأنا بدي أعرف مين اللي قتل سناء ورامز. رامي أصلاً أنا كنت شاكة فيه من الأول. هون يعني؟ ولك شو قصتك مش عم تفهمي؟ عم قلك هلأ جاي الست ليلى تعملك فلق لتتربي. بس أنا ما عملت شي. وطي صوتك وليه؟ ما بدي أسمع هالصوت. إذا بدك تشتغلي بهالبيت بدك تعملي كل شي بتطلبه منك الست ليلى. الله يوفقك، أنا بدي أشتغل بهالبيت بس ما بدي هاد الشي. إيه لا، ما رح يمشي الحال، مشان هيك عم قلك احملي غراضك وفل. يلا لوين بدي روح بهالبيت؟ هيدا قانون الحياة بهالبيت، فكري فيها وتصرفي. صارت واصلة. ما قدرت نام وما عرفت وينكم. ما بعرف إذا قصي بعده سهران، تعي تنشوف. ما بدي نزعجه، ما بينام بكير. ما عم بفهم، بسوي لكم قهوة؟ شو قصتك؟ مفسرتلك. بس أنا ما عملت شيء. هيدا القانون بهيدا البيت. شو هالقانون هاد؟ ما عجبني. ولو صار عندك تم يحكي كمان ويقول عجبني وما عجبني. لا مو بصدي. بس أنت قلتيها، قلتي ما عجبني. بس والله مو بصدي. فإذا بدك تتعاقبي هلأ كرمال ما تعيديها وتغلطي وترجعي تقولي الشيء مش بقصدك. مثل ما بدكم، بس يمكن نامت ليلى. لا أنا شفتها رايحة على المطبخ هي وصفية. رح أنزل شوف ونظبط القعدة. لحقوني على السلامة. عم بتخيل لو كنت لحالك هون مع ليلى وراوية. إيه شو كان صار؟ كان رح يكون وضعك صعب كتير. كيف يعني؟ حكي قصي، حكي دغري، قلي. يعني كانوا عملولك حفلة تعذيب مرتبة، ما حدا بفوت لهون وبيزمط منهم مثل ما كان يصير أيام سناء. شو قصدك؟ يعني معقول يضرب حدا غصب عنه؟ كل مرة شيء، بس دايما بتزبط معهم. حتى نجوى قبلهم سناء عملتها لريتا. وكيف بيقبلوا؟ ما بعرف، بيقنعون بطريقة معينة. ريتا مثلا أكيد طمعوها لتبقى. نجوى هي طمعت وعرضت حالها على ليلى. يعني قصدك معقول يجبروا واحدة منهم ويضربوها غصب عنها؟
بيقولوا لها يا بقي يا روحي. صفية، صفية معترة ما عندها خيار. هلأ ما بعرف إذا فوز رح تحلى بعينهم. طيب يلا مننزل لأنه ما بدي يفكرون عم نعمل شي غلط هون. شو هالحكي هيدا؟ ما بيجوز. ولو صاير يعلى صوتك أنت كمان. ليلى مش حلوة قدام دكتورة أمل. ليه بعد ما نامت الخانم؟ لا ما نامت. ليك وين جاي مع قصي قال بدهم يسهروا معنا. صفية فكيها بسرعة. لحظة، أنت من وين لوين بتعطيها هيك أوامر لصفية؟ لك أنا كلمتي ما بتنكسر هون، ما بتنكسر من مين ما كان يكون، فهمتوا؟ نزلي قاعدة معهم بالصالون الساعة وأنا هلأ برجع بيجي وراكم. ليلى بلا فضايح، مش ناقصنا مشاكل. هالبنت غريبة علينا، بجوز بكرة تروح تشتكي عليك. لا أنا ما بشتكي على أولياء نعمتي. إذا ست ليلى شايفة إنه بستاهل فلقة، ست ليلى بتمون. شفتوا الناس اللي بتفهم؟ برافو عليك فوز، برافو. خلص فكي يا راوية. طبيعي إنه ليلى بعد موت سناء وموت رامز تفقد السيطرة على حالها وتجرب تتقمص واحدة من الشخصيتين، يعني مثل كأنه عم تعوض عن غيابهم باللاوعي تبعها. إيه بس هي مدري كيف لبستها سناء بوجه واحد بس، يعني بس من ناحية العنف. كل الوقت عم بتفكر كيف بدها تضرب الناس. كمان طبيعي. يعني هلأ معقول تكون عم تضرب فوز، ما هيك؟ معقول، بس ما بتخيل، ما في صوت. معلي خليني أشوف وينهم وأتأكد. هيك كمان بركي إذا شافوني عرفت أقدر أفتح معهم نقاش مباشر عن الموضوع. شو رأيك؟ مش معقول يكونوا هول إجرين واحدة بتنظف بتقعد كل نهار بالمستشفى. بركي على المعقمات ومواد التنظيف صاروا نعمين. بتهتم فيهم شو بكي راوية؟ تعي شوفي. فوز، فرجينا إجريك. يا عيب شو منكن؟ شو بهون رجلي؟ هو سخين؟ لك بلا كتر تحكي. أنتو هون كنت عم فتش عليكن. دكتورة أمل، قدي صالك بتعرفيها لفوز؟ ما بتذكر، يعني شي سنة تقريباً. ليه عملت شي غلط؟ أبداً، بس ما حسيناها خير الشغل. نعتذر، من بكرة الصبح بتاخد أغراضها وبتروح على بيتها. صفية وين طالعة؟ طالعة الأوضة بدي نام. لا بدك تقعدي معنا تشربي كاس ويسكي. لا شو ويسكي؟ ما بدي، ما فيي أصلا، ما بحب طعمته. يا ملعونة، يعني ضايقتي. طب تشربي معنا مبيت، طعمته أطيب وبدفي. لا ما علي، انتو سهروا وانبسطوا، أنا ما إلي دخل بيناتكم. صفية لازم تقتنع من يوم ورايح إنك وحدة من هالعيلة، وحدة منا، واللي بيصير علينا بده يصير عليك، وإن شاء الله ما بيصير إلا الخير. ليش واقفين هون وتركين قصي لحاله؟ وليش جايبين أنتو الأغراض؟ وين فوز؟ ما مش الحال، قلعناها. إف بهالسرعة؟ بكرة الصبح بتاخد غراضة وبتفل. وينها هلأ أمل؟
عم توسيها يعني؟ ما هي اللي جبتها بتكون مسحية فيها. خلينا نبلش السهرة. صفية تعي ساعديني. ايه أنا هيك رأيي، احكي الأستاذ مراد خليه يجي ياخدك. لا لا لا، رح انطر للصبح، ما رح أترك يكون لحالك. يا نادية روحي شباتك بهالشغلة أحسن ما يصير شي تندم عليه. ما قصي قال لي إنه هيك بيعملوا دايما. طيب وأنت كيف تعملي يعني؟ بركي عملوها فيك. ما بيسترجوا يقربوا علي. بعدين هو هون بدافع عني. والله وبركي قصي متفق معه إنه عم يعمل فيك فخ. لا ما بتصور. شو دكتورة؟ بدك تنزلي تسهري معنا ولا هالقد زعلانة على فوز؟ بلا يلا جاي أكيد، بس كنت عم راضي فوز شوي. ما تزعلي فوز، بعدين رح تعرفي إنه هيدا الشيء أحسن لك. كيسك يا أحلى قصاي. بشرفك قصاي، أنا على صفية تشرب كيس معنا. إذا مش جاية عبالها بلاها. لازم يجي عبالها، ما حلو الواحد يضل مسيطر على حاله كل الوقت. وليه بدك إياها تفقد السيطرة يعني؟ ما بعرف، حس لازم لها شوية تتفكفك وشوية تحرر. كلنا بدنا تحرر. نا دكتورة معي. مش كل شيء لازم يكون معك أو مش معك، يعني تمشي الحياة بين الناس حتى لو في اختلاف. صحيح، بس مش خلاف. شو بتفرق برأيك؟ الخلاف بيكون على أشياء معقدة وما لها حل، بينما الاختلاف بيكون على أشياء بسيطة. صحيح. بالإذن. لوين؟ مش على أساس نسهر كلنا سوا؟ بدكم تسمحوا لي، ماني بموت سهر اليوم. لا 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 راوية، بدنا نسهر كلنا مع بعض ونتسلى، ما لازم ننزع السهرة الحلوة مع الدكتورة. ايه ليلى، خبرينا كيف أكلتي أول قتلة من سناء؟ بما أنك أقدم وحدة فينا بهالبيت يعني. هي نادية، هي نادية، أنا بالمكتب هون. أوكي ياي ياي، ما تنهزم من مطرحك، ما تطلعي، بس علملك تطهري. بس ما عبالي أترك أمل لحالة، ما بعرف عتلينا همها كتير. أوكي أوكي خلص، أنت تعال هلا. أوكي باي. ايه احلى شي لعبة الصراحة، بس مش بس انا رح احكي، هلا كل واحد بيجي دوره بده هو كمان يحكي. ايه بس لحظة شوي، هلا هيدي اللعبة يمكن بتبين مهضومة وبتسلي، بس كمان فيها جانب خطير ومؤذي. هلا ما تقلبيها جد دكتورة، عم نتسلى ونمزح بس. لا انا بس عم بقول انه يمكن حدا يقول شي اذا في الباقيين. طيب نلعب لعبة الصراحة بس عشرت، ما حدا بيحكي شي عن غيره، يعني كل واحد بيحكي عن حاله وبس.
شو هالصراحة هاي؟ اللعبة ما رح تكون حلوة إلا إذا كل واحد حكي عن غيره. بصراحة كارمن هي لعبة الصراحة حتى الواحد يفضفض عن حاله، مش حتى يفش خلقه ويخلي ستاراته من التانيين. ما قصدي هيك، قصدي أقول إنه كل واحد منا لازم يعبر عن مشاعره تجاه التانيين. بجوز حدا منا بيحب التاني ومش قادر يقول، أو بيكرهه كمان. هلأ إذا الهدف تصفية القلوب فبتكون لعبة حلوة، أنا موافقة ألعبها معكم. وإذا حدا كمشني عم بكذب لازم يتعاقب. شو بكون؟ مش حلوة اللعبة غير هيك؟ طيب هلأ كرمال التوازن، إذا في عقوبة للي بيكون عم بكذب، شو مكافأة اللي بيكون صادق؟ هي ليلى، شو مكافأة اللي بيكون صادق؟ الصادق بيعاقب الكذاب مشان التوازن، ما هيك دكتورة؟ شو العقوبة مثلا؟ دكتورة انت بفيلة صنعاء وعم تسألي هيك سؤال؟ شو صفية؟ شو العقوبة برأيك؟ أنا ما بحب ألعب. تسلميني، صار عندك رأي وبتقولي كمان. إيه بس بدك تلعبي. مش عأساس صارت منكن؟ كيف بدك تجبريها؟ مش عم بجبرها؟ لا لا، بس أنا بمون عليها. ما بمون عليك صفية أنا؟ يلا كيسكم. كيس أحلى كساي. مشرب هالكيس ونبلش باللعبة. شو هيدا؟ تليفون مين؟ ما في حد. هيدا أكيد فوز، إذا كان اسمه فوز يعني. عم تتسمع علينا ليه؟ ليه تسمع؟ شفتي؟ خربوا لنا اللعبة. دكتورة أمل، بدنا نعرف مين هيدي فوز وشو عم تعمل هون. ما بعرف، كل اللي بعرفه عنها إنه اسمها فوز وبتشتغل بالمستشفى. وبتعرفيها من سنة. معلش دكتورة، بدك تسمحي لنا، هالحكي مش مزبوط. إيه شو تحقيق؟ أكيد لما بتجي وحدة غريبة بتتجسس علينا لازم نفتح تحقيق. دكتورة أنا بعتقد إنه هالبنت جبتيها لحتى تتجسس علينا. أنا سمعت ليلى عم بتقول إنه بدها وحدة محل صفية فاقترحت على قصي. راوية مش مسموح تحكي هيك مع الدكتورة أبدا. يا جماعة شو رأيكم ننزل نكفي الموضوع بالصالون؟ لعبة الصراحة أوقات بتفيد بهيك حالات. مثل ما بدكم، إذا هيك ماشي الحال. ايه شو بكي؟ شو صار لك؟ ما بعرف كيف كشفوني. انت الحجرة تدقلي يعني؟ ما انت قلتي لي اجي بعدين يفطني. لا ما انتبهتي تسكري تليفونك. الميكرو تبع عمل بعده داير؟ لا هلا عم بيلعبوا لعبة الصراحة. كيف فينا نكشف كل شيء؟ يعني انا كنت واقفة ورا البيب ورح اسمع كل شيء. شو الحجرة تدقلي؟ طولي بالك علي شوي. كلنا فهمنا قانون اللعبة، اللي بيجي دوره الكل بحق لهم يسألوا سؤال. يلا كارمن. بعرف حظي. مين بده يسألني أول سؤال؟ أنا. ليه بتحب الضرب؟ كنت متوقع هيك سؤال منك. يا ملعون هيقتك قايل لك كل شي.
أمي سناء كانت تضربني كل ليلة لنام، يعني ما كنت نام إلا بعد قتلي. شوي شوي تعودت عالشي لحد ما صرت حب انضرب. بس حبيبي رامز الله يرحمه خلصني من هالحالة. كيف؟ قال لي وقتها إذا بدك تخلصي من هيك حالة لازم أنت تضربي حدا. مين كان عندي غير راوية الحنونة؟ من بعدها صرت حب أنا أضرب. ما تطلعي فيها هيك، ما عاد ضربت أبدا. مين عم تضربي لكان؟ كنت ناوي أضرب فوز الليلة بس ما زبطت. منيحة الصراحة هلأ. يلا حدا عنده سؤال تاني قبل ما سكر باب الصراحة؟ أوكي يلا كارمن برميا راوية. أنا مش حب هاللعبة. مش عزوئك بدك تلعبيها، وصفية بدها تسألك أول سؤال. ما بدي ألعب راوية. قلنا اللي بيكذب بيتعاقب، واللي ما بيجاوب بيتعاقب، واللي بيتهرب من الجواب بيتعاقب أقوى شي. بتعرفي قوانين اللعبة، يلا حضري حالك لا تتعاقبي. شو رح تعملي؟ بدي أعاقبه. ما كان ولا شي لأمل. شي مثل شو؟ حيلا شي، هول المجنين فيهم يعملوا حيلا شي. مثل شو يعني؟ شو رأيك إنه كانوا رح يعملوا فلقة مثلا؟ اضحك اضحك، فيهم يعملوا ذات الشي بأمل وأكتر كمان، لازم نظهرها من عندهم الليلة. ولك أخ يا ريت علقوكي وعملوا لك فلقة لحتى تروقي شوي وتبطلي تخبصي. مهم هلأ، شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ ما فينا نعمل شي، صارت الساعة 11 بالليل. ما عم قلك البنت جوا مش لازم تبقى ولا ثانية مع الجماعة، لازم تظهر. فيكي تروقي شوي؟ تقعدي بالسيارة؟ لا مش معقول، مش معقول قلبك شو بارد، أنت مش معقول. أنت على طول بتتهميني إنه قلبي بارد وبيطلع بالآخر معي حق. خلص فوتي ارتاحي بالسيارة وروقي شوي، وبوعدك إنه ما نترك من هون. أنا رح فل. بدك تكمل اللعبة للآخر. خلص صفية بكفي هالقد، خلينا نكفي اللعب. شفت انه مش عم نقوي عن جد؟ لا عم نتسلى. يلا خلينا نكفي. تفضل يلا كارمن. صفية أنا بدي أسأل صفية، أنت بتحبي لك قصي؟ كتير يا ملعونة. من أيمتى؟ طول عمري، بس هو مش حاسس فيه. طولي بالك أنت شو هالحكي، ما بحياتي انتبهت لهيك شي. ما بحياتك اعتبرتني بني آدم. عاد تحكي قصي هيك. مزبوط، ما أنت بتحبي كمان. لك صفية شو عم تحكي؟ كانت تضربني كل ما قصي ما تجاوب معه. خلص هلأ خلصنا، ما رح تتعاقب لأنه حكيت الصدق. مين عنده سؤال تاني لألا؟ كارمن برمي. والله علقتي يا دكتورة. شو قصدك؟ أنا ما رح أسألك هلا، بالآخر بسألك. أنا عندي سؤال للدكتورة، أنت ومراد بمين شاكين يكون القاتل؟ غير رامي طبعا. نحن متأكدين إنه رامي. كذب. ليش؟ عندك دليل إنه شاك بحد غيره؟ خلص راوية دكتورة مش عم تكذب. حدا تاني عنده سؤال لإله؟ أنا. دكتورة أمل قديش صار لك بتعرفيها لفوز؟
قلت لكم شي سنة تقريبا. قلتي لنا بس مش بلعبة الصراحة. بس أنا ما بكذب. ما دام ما بتكذبي، فوز عن جد بتشتغل بمستشفى؟ طبعا. اسمحي لنا فيها هي دكتورة، عم بتكذبي. أنا شايف اللي بيشتغلوا بالمستشفى وبعرفهم. هيدي البنت نعمة كتير ومزبطة إيديا وإجريا، مانيكير بيديكير. اللي بيشتغلوا بالمستشفى ما بيقدروا يعملوا هيك شيء. ليش يعني؟ ما فيها تهتم بحالها؟ شو؟ شكل الدكتورة عم تكسب. أنا هيك شايفة. شو قصدكم؟ قانون اللعبة يا دكتورة. لا مستحيل. ولو يا دكتورة انت وافقتي على اللعبة، شو نحن ولاد صغار؟ قبل شوي عملوها فيي وهلأ اجا دورك. قصايا عمول شي؟ لوين؟ بدي اجي معك. لا بتضلك هون؟ لا بدي اجي معك. بالله شو؟ ما شافوكي بشكل كل مكربة هيك، شو فكرك؟ ما رح يعرفوكي؟ ايه وإذا يعرفوني؟ عم عليك.